بسم الله الرحمن الرحيم. General exercises on unit 11. دي تمرينات أو تدريبات عامة على unit 11 page number 230 صفحة 230. صفحة 230. unit 11 part 2 General exercises on unit 11. Number 1. Nadine is Nugat. She speaks English as perfect as her mother tongue. Nadine هي ايه؟ Bilingual, monolingual, multilingual ولا linguistic؟ هي بتتكلم انجليزي بطريقة perfect، بطريقة ممتازة زي as her mother tongue، وكأنه لغتها الأم، وكأنه لغتها الأصلية. يبقى هنا يبقى هي بتتكلم لغتين، لغه انجلش ولغه اللغه الاصليه بتاعتها هير ماذر تونج. يبقى نادين از بايلينجوال. بايلينجوال يعني ثنائيه اللغه، يعني عندها لغتين. فرايداي از ذا داي نوجت اي واز بورن. فرايداي از ذا داي ان ويتش اي واز بورن. اخد ان ويتش، ان ويتش اي واز بورن اللي فيه انا ايه ولدت. ان ويتش اكمباني ان ا Nugget position which charges high prices for its products may be acting abusively. A company in a dominant position. Dominant position. شركة في مكانة مسيطرة، مكانة ممتازة. Which charges high prices. يعني هي عندها أسعار عالية for its products. لمنتجاتها. A company in a dominant position. ليه حطت dominant هنا؟ أنا قلت bilingual، أنا اخترت bilingual هنا عشان هي بتكلم لغتين، الإنجليش والmother tongue واللغة الأصلية بتاعتها. بعد كده Friday is the day in which I was born، اللي فيه أنا إيه ولدت. أنا قلت قبل كده إن الزمن المفروض أخد when، ولكن إذا كان في عندي preposition حرف جر موجود يبقى أخد which. يبقى واجيب حرف الجر قبل قبل which او بعد which. اخد in which I was born. طيب a company in a dominant position. ليه خدت الصفة dominant؟ ما خدتش دايما في عندي كلمة position. position ده اسم، والاسم لازم يجي قبل ايه؟ صفة. فين الصفة في دول؟ الصفة هل هي domain؟ ده domain يسيطر، domain يسود او يسيطر. ده verb. donation donation ده التبرع، ده noun. dominant ده adjective، دي صفة خلاص. أما dwelling يعني dwelling يعني يسكن، فدي ناحية تانية خالص، دي ما هياش verb. dominant هي الصفة، فأنا أجيب الصفة قبل الاسم. ليه جبت الصفة هنا؟ لأن هنا في اسم والاسم يسبقه إيه؟ يسبقه صفة. يبقى a company in a dominant position. The city Nugget I visited last week has some great souvenirs. الشركة اللي أنا زرتها العام الماضي has some great souvenirs، فيها هدايا تذكارية، فيها بعض الهدايا التذكارية. يبقى the city which I visited last week، اللي أنا زرتها العام الماضي. Which I visited last week has some great souvenirs، فيها هدايا تذكارية. المفروض أقول where، صح؟ ولكن هنا المعنى which، المعنى هنا تاخد ايه؟ which. which I visit اللي انا زرتها، اللي انا زرتها. ما قلتش حيث زرتها او 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 اخترت ان هي المكان اللي انا زرته فيه. عندي كلمة لما اكون في عندي مفروض المكان، لما اكون في where، لما اكون في visited او في built، الكلمتين دول موجودين في الجملة، في موجودين في الجملة اللي أنا المفروض أحط وير فيها، يبقى أخذ which. إذا كان عندك كلمتين visited يزور، وعندك كلمة build يبني، الكلمتين دول لو موجودين في جملة، الجملة دي فيها مكان زي city خلاص، يبقى ما أخدش وير، أخذ إيه؟ أخذ which. أو لو الجملة ما فيش فيها حركة، ما فيش فيها action، طالما ما فيهاش اكشن اخد which. طب لو فيها اكشن اخد ايه؟ where.
لو فيها اكشن اخذوها، ما فيش فيها اكشن اخذوها. هو بقول لك المدينه اللي زرتها العام الماضي فيها جريت سوفينيرز، يعني ايه هدايا تذكاريه، فيش في حركه، الجمله ساكنه، الجمله ساكنه خالص وهاديه خالص، ما فيش فيها اي شيء. يبقى اخذ ايه؟ ويتش. اخذ ويتش ليه؟ قال لك في كلمتين، في فعلين لو موجودين في الجمله اللي انت مفروض تاخذ فيها وير، ها خد ويتش مكان وير. يعني لو موجودين في جمله فيها مكان خد ويتش، ما تاخدش وير. فيزيتد وبيلد، الكلمتين لو موجودين في جمله، الجمله دي مفروض يكون في الجمله دي فيها مكان المفروض تاخد وير، لا خد ويتش. خلاص. طيب most singers believe that globalization will influence the national identity of any country. Most singers، معظم المفكرين، believe that، بيعتقدوا أن globalization، العولمة، will influence، سوف تؤثر، the national identity، على الهوية القومية أو الوطنية، of any country، لأي بلد. عندي identity، national identity، الهوية الوطنية أو الهوية القومية. طيب هنا national دي صفة، المفروض يجي بعدها إيه؟ اسم. أخذ اسم من دول. اسم عندي كلمتين، identity و figure. figure يعني الشخص او الرقم او الحساب، كلمه فيجر، ذا ناشونال فيجر ولا ناشونال ايدنتيتي، ناشونال ايدنتيتي. كاركترستيك دي ادجكتيف، دي صفه، وبيرسونال دي صفه، ما ينفعش نحطها هنا. ليه؟ لان في صفه محتاجه ايه؟ ناون. واخد الناون ايه؟ كلمه فيجر او ايدنتيتي، اخد مين فيهم؟ اخد ايدنتيتي. طب وبيرسون وكاركترستيك دي ايه؟ صفات. طيب نمبر 6، نقط اوف هارد ورك، he's reached the top of his profession. عندي هنا because of hard work، بسبب العمل الجاد، he's reached the top of his profession، هو وصل الى قمه، الى قمه وظيفته، الى قمه وظيفه، الى قمه السلم الوظيفي بتاعه. طيب because، دايما because يجي بعدها ايه؟ of. طب owing to، since due to، وsince لا، يبقى هنا owing مفروض يجي بعدها to، because يجي بعدها ايه؟ of. فانا اخد because ايه؟ because of. اللي بعده Arabic is the nugget tongue in Egypt. is the mother tongue in Egypt. is the foreign tongue. is the father tongue. is the original tongue. لا، Arabic اللي هي اللغة العربية، is the mother tongue. اقول the mother tongue يعني اللسان اللي ايه؟ اللسان يعني اللغة الأصلية. كلمة mother tongue يعني اللغة الناطقة الرسمية، اللغة المنطوقة الرسمية، اسمها mother tongue. اسمها mother ايه؟ tongue. ما اقولش father tongue، ولا اقول foreign tongue، ولا اقول original tongue، لا اقول mother tongue. mother tongue يعني اللغة الأصلية، هي اللغة الأصلية في مصر، او اللغة الرئيسية في مصر، او اللغة الرسمية في مصر. Arabic is the mother tongue. طيب بعد كده number 8، it the gang نقط the police arrested was put into prison. the gang which the police arrested was put into prison. الجانج اللي هي العصابة اللي البوليس قبض عليها وضعت فين؟ في السجن. العصابة اللي البوليس وضع قبض عليها وضعت في السجن. هنا خدت كلمة جانج على انها العصابة، مش مجموعة اشخاص، على معنى الكلمة. الكلمة نفسها معناها، الكلمة نفسها هتديني شيء غير عاقل، فبالتالي هختار ايه؟ which. واختار معها الفعل مفرد. الفعل ايه؟ مفرد. the police عامله على انه مفرد، فياخد كلمة ايه؟ was. مفرد يبقى ياخد ايه؟ was. was but يعني كلمة gang تعتبر مفرد، اخد ايه؟ was. يبقى اذا حاجة، اذا خدت كلمة gang على انها شيء غير عاقل، خلاص. gang دي ايه؟ عصابة. العصابة دول مجموعة ايه؟ مجموعة اشخاص. طيب ده كاونتابل ولا انكاونتابل؟ يعتبر انكاونتابل، اسم غير معدود. اسم غير ايه؟ معدود. يعني ايه اسم غير معدود؟ يعني اسم يعامل معاملة المفرد، وفي نفس الوقت هو
مجموعة من الأشخاص، مجموعة من الأشخاص. إذا خدته على الاسم بس، على أنه كلمة عصابة معناها شيء غير عاقل ومعناها مفرد، إذا خدت كلمة عصابة على أنها شيء غير عاقل وهي شيء غير عاقل، فأنا أختار وتش، وتعامل معاملة المفرد. إذا 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 كلمة جانج خدتها على أنها شيء غير عاقل، اسم غير عاقل، فأختار الضمير الوصل بتاعها which، وهعملها معاملة المفرد، يعني أقول was aware أخذ was. أما إذا خدت كلمة gang على أنها اسم عاقل، فبالتالي أخذها على أنها مجموعة من الأشخاص وبالتالي اسم عاقل، يبقى هاخده هو، هاخده هو، تمام؟ أخذ هو، وممكن أخذ هوم معايا، أخذ هو وممكن أخذ هوم، تمام؟ وتعامل معاملة الجمع، يعني أخذ ووز ولا وير، أخذ وير. ليه أنا عملتها معاملة الجمع؟ أنا ما أخذت هو أو هوم، لأنها أنا خدت على أنها شيء غير عاقل. عاقل يعني جنج، يعني ما يعني عصابة، يعني مجموعة أشخاص، ومجموعة الأشخاص دول جمع، وبالتالي تعامل معاملة الجمع. إذا خدت على أنها اسم عاقل يعني مجموعة أشخاص عاقلين، هعملهم معاملة الجمع، ياخد ووز ولا وير وير. أما إذا خدت جنج، كلمة جنج يعني عصابة، على أن على إن على الاسم فقط، على الاسم فقط مش مجموعة أشخاص، عملتها على الاسم فقط يعني اسم غير عاقل، فخدت ضمير الوصل which وعملتها معاملة المفرد. ليه؟ لأن مش عملتها على أنها مجموعة من الأشخاص، ولكن عملتها على أنها إيه؟ على الاسم فقط، على المفرد، يبوظ. يبقى إذا gang لو أنا عملتها معاملة اسم غير عاقل أخذ which وعملها معاملة المفرد، وgang لو خدت على أنها اسم عاقل يعني مجموعة من الأشخاص، هاخد ضمير الوصل هو أو هوم وعملها معاملة الجمع، يعني ياخد إيه؟ وير. وضع؟ طيب بعد تن It's a merit، يعني هي ميزة، for a man، للرجل، or a woman، أو المرأة، to be نقط، to be نقط، أنا مش عارف أخد إيه. He أو she then has a relation with a variety of culture، هو سوف هو او هي سوف يكون لديهم علاقه بمجموعه من الثقافات، تنوع من الثقافات، خلاص، تنوع من الثقافات. يبقى الانسان لازم يكون مالتي لينجوال، مالتي لينجوال يعني متعدد اللغات. يبقى ميزه للشخص، للرجل او المراه، ان هي تكون مالتي لينجوال. مالتي لينجوال يعني متعدد اللغات، مالتي لينجوال. مالتي ناشونال متعدد الجنسيات، خلاص. مالتي فيست يعني وجوه متعدده، مالتي كلتشر متعدد الثقافات، فهنا مالتي ايه؟ مالتي لينجوال يعني متعدد اللغات. طيب 11 ورلد وايد فيموس سيليبريتيز، الاحتفالات المشهوره على مستوى العالم، يوجولي هولد ايفنتس تو نوجت ماني فور تشاريتي، دايما بتعمل بتعقد احداث علشان خاطر ايه؟ تو ريز ماني، ريز ماني لتجمع الفلوس، ريز ماني. كلمه ريز بيجي بعديها مفعول اللي هي ريز ماني، يعني يجمع ايه؟ فلوس، يعني يزيد الايه؟ الفلوس. فور تشاريتي، تشاريتي اللي هي الجمعيات الخيريه. طب ورايز، رايز ما يجيش بعديها مفعول، رايز ما يجيش بعديها مفعول، ما ينفعش رايز، ما يجيش. طبعا ينفع روز، ولكن ما ينفعش رايز، اخذ ريز. ريز يعني يجمع او يزيد. طيب I spoke to the worker، انا تحدثت الى العامل، نقط ماي سيرفيس، cleaning ماي سيرفيس، انا تحدثت الى العامل اللي هو بينظف ايه؟ مكتبي. ليه خدت cleaning هنا؟ هو اصلا I spoke to the worker who cleans my office، المفروض هنا هو cleans my office، الذي ينظف مكتبي. هو cleaned my office، الذي نظف مكتبي، تحدثت للعامل هو cleaned my office، الذي نظف مكتبي، صح؟ انا جيت علشان احذف relative pronoun، احذف relative pronoun اللي هو هو، وبعد كده الفعل cleaned هرجع للتصريف الاول للمصدر واضيف له ing، يبقى I spoke to the worker cleaning my office.
أنا قلت الريلاتيف بروناونز ضمير الوصل أنت تحذف، تحذف لو كانت باسيف، هحذف ضمير الوصل واحذف فيرب تو بي واجيب وخلي الفعل اللي هو في التصريف الثالث فقط. تحذف لو كانت اكتف. يعني ايه اكتف؟ لو كان عندي ضمير الوصل زائد الفيرب بحذف ضمير الوصل والفعل برجعه للمصدر واضيف له ايه اي ان جي. انا بحذف فيرب تو بي، بحذف ضمير الوصل لو كان جاي بعده جار ومجرور، يعني حرف الجار زائد اسم بعديه، فبحذف ضمير الوصل واخلي الجار والمجرور. بحذف ضمير الوصل لو كان لو اجى بعده اسم موصوف، يعني اسم او اسم موصوف، اسم او اسم موصوف، فبحذف ضمير الوصل واخلي الاسم والصفه اللي قبله او الاسم بس، بحذف ضمير. دي الاربع حالات اللي هو بيحذف فيها ضمير الوصل. فالحاله اللي هنا دي موجوده، انا حذفت ضمير الوصل وخليت الفيرب مضاف له ان جي. ليه؟ ليه؟ لان الفعل الموجود عندي كان في صيغه الاكتف. It's a for Egyptians to stand by each other when facing a crisis. It's a custom. هي عادة للمصريين إن هم يقفوا مع بعض عندما يواجهوا crisis. الاثنين نطقين صح. Crisis أو crisis لما يواجهوا إيه كارثة. طيب it's a custom يعني هي عادة. ما أقولش conventional أو traditional أو customary. It's a custom. أنا عايز اسم، اسم هنا عندي custom. Astronauts can predict eclipses happen. Can predict whom eclipses happen, when eclipses happen, who eclipses happen, what eclipses happen. رواد العلماء الفضاء، علماء الفلك، كان بريدكت يستطيع يتنبؤوا وين eclipses happen، عندما يحصل له الخسوف او الكسوف. eclipses you can يبقى اخذ وين عندما، وين معنى هنا عندما. you cannot change someone's beliefs. لا تستطيع أن تغير someone's belief، معتقدات شخص ما. on which they were brought up easily، اللي هم تربى عليها بسهولة. usually they need concrete evidence. لازم علشان تغير المعتقدات دي يكون عندك concrete evidence، يعني دليل قوي أو برهان قوي. خلاص، دليل أو برهان قوي. عندي beliefs يعني معتقدات، عندي think، عندي opinion رأي، عندي belief. بس belief دي verb، أما هنا إيه اسم. خلاص. طيب the man نقط a black jacket is my uncle. the man in a black jacket اللي هو هو المفروض الجملة ايه؟ the man who wears a black jacket، اللي بيلبس جاكيت اسود، is my uncle. who wears a jacket، بدل ما اقول who wears اقول in a black jacket. in a black jacket الراجل اللي في اللي لابس جاكيت اسود هو ده عمي. بدل ما اقول هو ويرز او هو وير، زمان هو وير ا بلاك جاكيت، الراجل الذي يلبس بلاك جاكيت از ماي انكل. بدل ما اقول دي اقول زمان ان بلاك جاكيت افضل. ان بلاك جاكيت ايه افضل. طيب اللي بعده one of the characteristics of this age، واحد من خصائص هذا العمر is stress، او هذا الزمن is stress، هو الضغط العصبي. which all people of different ages face، حيث يواجهه كل الناس من الاعمار، من اعمار مختلفه. one of the characteristics of this age is stress which all people of different ages face. characteristics واحد من خصائص هذا العمر. tell me about the animals and the people that you saw in the African jungle. اخبرني عن الانيمالز، عن الحيوانات، عن people والناس
that you saw اللي انت شفتهم in the African jungle في الأدغال الأفريقية. هنا خلي بالك من حاجة، عندي كلمة animals وعندي كلمة people، ينفع نحطه ما ينفعش، لأنه لازم يجي بعدها verb وقبلها اسم عاقل. طب هنا اسم عاقل واسم غير عاقل الاثنين، وفي نفس الوقت ما يجيش بعدها فاعل، هو يجي بعدها فاعل ويجي قبلها اسم عاقل. طب في اسم عاقل بس في هنا فاعل مش فعل، ما ينفعش هو. طب ينفع ذات؟ ينفع ذات. ليه ذات؟ لين ذات ممكن تحل محل هو وممكن تحل محل هوم، تحل محل هو وتحل محل هوم وتحل محل ويتش. انت معايا؟ يعني لو اجى بعديها فاعل وقبلها اسم عاقل ينفع. ليه؟ على اساس ان احنا ممكن نختار هوم. انت معايا؟ هقول لك على حاجه. هنا اللي اجى بعد النقط ايه؟ فاعل عاقل، مش كده؟ اللي اجى قبل النقط اسم غير عاقل وعاقل، يعني هو هل هنا ينفع هو؟ ما ينفعش هو. ليه؟ لانه يجي بعدها فعل وهنا في فاعل، دي حاجة. الحاجة الثانية، المفروض هو يجي قبلها اسم عاقل، هنا في عاقل وغير عاقل. طب هل ينفع هوم؟ هوم المفروض يجي بعدها ايه؟ فاعل. في فاعل. المفروض يجي قبلها اسم عاقل، طب هنا في اسم عاقل وغير عاقل، يبقى ما ينفعش هوم. هل ينفع ويتش؟ ويتش ممكن يجي بعديها فاعل او فعل، ماشي. فعل، الفعل موجود، ويجي قبليها اسم غير عاقل. لا، هنا اسم غير عاقل، اسم غير عاقل وعاقل، يبقى ما ينفعش. ما ينفعش ويتش، لان ويتش يجي قبليها اسم غير عاقل، واللي عندي غير عاقل وعاقل. ما ينفعش هوم، لان هوم يجي قبليها اسم عاقل، واللي هنا عاقل وغير عاقل. ما ينفعش هو، لان هو يجي قبلها اسم عاقل وهنا عاقل وغير عاقل. فبالتالي اخد ايه حل الموضوع ده؟ اخد ذات. ليه؟ لان ذات يجي بعديها فاعل او فعل، دي حاجه، ويجي قبلها اسم عاقل او غير عاقل، فالاثنين موجودين، يجي قبلها اسم عاقل وغير عاقل. اذا لقيت عندك قبل النقط او قبل الريليتيف بروناون اسم عاقل وغير عاقل، خد ذات على طول. خلاص، اذا جيت قبل النقط اسم عاقل وغير عاقل، خد ايه؟ ذات. ماشي، اللي بعده. It's out of discussion، ده خارج النقاش. That English is the most، ان اللغة الانجليزية is the most spoken language، is the most widely spoken language، is the most widely spoken language، اللغة المتحدث بها على نطاق واسع. طيب، I couldn't decide، لا أستطيع أن أقرر. What to wear to the wedding party، ماذا سألبس أو ما ألبس، لا أستطيع أن أقرر ما ألبس، ماذا سألبس في الويدنج بارتي، في حفل الإيه؟ في حفل الزواج. طيب، اللي بعده. Many people in the community، كثير من الناس في المجتمع، have a deep seated distrust in the media، في عدم ثقة متجذرة في الإعلام. عدم ثقة، deep seated يعني distrust، عدم ثقة متجذرة في المجتمع، أو عدم ثقة عميقة في of the media في الإعلام. خلاص، ينفع أقول deep thought، deep foot، deep base؟ لا، deeply base لا، ما ينفعش، مش ينفع. خلاص، يبقى أنا عندي أقول deep seated يعني متجذرة، distrust يعني عدم ثقة متجذرة. I have three sisters، عندي ثلاث إخوات، all of whom are married. I have three sisters، عندي ثلاث إخوات، all of whom are married. I have three sisters، all of them
أرمري. يعني ينفع أقول all of whom, وينفع أقول all of them. all of whom يعني كلهم, all of them كلهم, يعني ينفع الاثنين. ينفع أقول all of whom وينفع أقول all of them. all of whom أو all of them. I have three sisters, all of whom are married. I have three sisters, all of them are married. الاثنين صح, الاثنين ايه صح. يعني انا عندي all. اذا لقيت all موجودة في الجملة اخذ that. معايا؟ اذا لقيت all موجودة في الجملة المفروض اخذ that. لكن all اذا اجى بعدها of يبقى ما تاخدش that. شوف موقع الكلمة في الجملة, حسب موقع الجملة الكلمة في الجملة. إذا كان بتعبر تحل محل اسم عاقل أخذهم, إذا كان بتحل محل اسم غير عاقل ممكن أخذ which. فإن اسم sisters عاقل أخذهم أو أخذ them. معايا؟ أخذهم أو أخذ them. ليه؟ لإسم عاقل. طب أفرض الاسم مثلا I have three donkeys, عندي ثلاث حمير مثلا, أقول all of them أو all of which. all of ايه؟ all of which. all of which. خلاص؟ three cows أقول all of which. أما three sisters all of whom أو all of them. معايا؟ all of them. يبقى ينفع أقول all of whom أو all of them. something that needs no argument or fighting to persuade others with is a clear cut. شيء ما انت بتحتاج, ما بتحتاجش جدال او فايتنج او نقاش او قتال to persuade others عشان خاطري تقنع الاخرين. ليه مش محتاج نقاش ومحتاج كلام عشان تقنع الاخرين؟ لانه واضح. with is a clear cut. clear cut يعني واضح. clear cut معناه ايه؟ واضح. our parents يعني والدينا are the people who shape our personalities. هم our parents والدينا هم الناس اللي هم بيشكلوا ايه personalities. our personalities يعني شخصيتنا. طيب who shape our personalities يعني شخصياتنا to face this difficult life عشان نواجه هذه الحياة الصعبة. This is his dog. هذا هو كلبه. Inside which. This is his bag. آسف. This is his bag. هذه حقيبته. Inside which we found two guns and a bomb. اللي بيدخلها احنا وجدنا two guns, بندقيتين, and a bomb, وقنبلة. يبقى اخد ايه؟ This is his bag. which we find two guns and a bomb. اللي احنا لقينا ازاي دي حقيبته, اللي احنا لقينا بندقيتين او هو. هل ينفع which؟ ينفع which بس المعنى ما ينفعش. هذا which اللي قبلها اسم غير عاقل وبعديها فاعل, ينفع which ولكن المعنى ما ينفعش. طب ينفع هو؟ لا ما ينفعش هو, اللي هو ياتي بعدها فعل. ينفع what؟ This is his bag. What we found. ما وجدنا, هذه حقيبته, ما وجدنا كذا, ما ينفعش. Inside which. هذه حقيبته, inside which اللي بداخلها احنا وجدنا كذا وكذا. ماشي؟ طيب the actors and singers sites on Facebook have a lot of likes. They have a lot of admirers. The actors, الممثلين and singers والمغنيين, مواقع الممثلين والمغنيين في الفيس, have a lot of likes, فيها كثيرا من اللايكات. They have a lot of admirers, في كثير من المعجبين. علي couldn't come to my birthday. علي ما مقدرش يجي الى حفلة عيد ميلادي, my birthday, due to his illness, بسبب مرضه. due to his illness, بسبب مرض. due to بسبب his illness. due to his illness, بسبب مرض. due to يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها اسم his illness. اخد since
بيكوز لا بيكوز ما ينفعش. ليه؟ بيكوز لازم يجي بعدها فاعل وفعل، وسنس وسنس ما ينفعش. ديو تو ديو تو هيز إلنس بسبب مرض، ديو تو يجي بعدها اسم، وهذا الاسم. Children should start learning language، يجب أن يبدأوا تعلم لغة اللغات at early age، في عمر مبكر. at early age في عمر مبكر، مش in early age ولا by early ولا for early age، at early age. Not only do we have great civilization، not only، تيجي في أول الجملة، الجملة بتعامل معاملة الاستفهام، يعني عندي هنا الفعل have، ده تصريف أول يعتبر فعل رئيسي، فتصريف أول بدون اس أجيب دو، تصريف لو هاز أجيب دس ورجعه من هذا إلى هاف، لا هي هاف. Not only do we have great civilization، مش بس عندنا حضارة عظيمة، but also cultural heritage، ميراثي ثقافي، but also character heritage. طيب نكمل. Do we have due to، ماشي. هنا يونت 11 exam number 1، he bought all the tools which are required to fix his old car، هو اشترى كل الادوات اللي مطلوبة علشان خاطر يصلح سيارته القديمة. اخذ which tools، which يجي بعديها فعل او فاعل وقبلها ايه؟ اسم غير عاقل. which يجي بعديها فعل لو كانت بتحل محل فاعل، الفاعل الغير عاقل. يأتي بعدها فاعل لو كان بتحل محل المفعول غير العاقل. يأتي قبلها ايه؟ اسم غير عاقل. يبقى which يأتي قبلها اسم غير عاقل وبعدها فعل او فاعل، اخذ which. ينفع وير؟ لا، وير يعوز مكان قبليها. ينفع وات؟ لا. ينفع هو؟ لا، هو يجي بعدها فعل ولكن يجي قبلها اسم عاقل وهنا اسم غير عاقل، يباخد which. Some people speak English and the French fluently. They are multinational, monolingual ولا national bilingual، بتكلموا انجليزي وفرنساوي لغتين، bilingual يعني ثنائي اللغة. This is the doctor Nugget who helped Sarah recover from her illness، اللي ساعد سارة عشان تشفى من ايه؟ من مرضها. اخد هو ليه؟ لان هو يجي بعدها ايه؟ هو بيجي بعدها ايه؟ القاعدة عندي اللي قلت لكم عليها ايه؟ هو يجي بعدها ايه؟ فعل وياتي قبلها اسم غير عاقل. والنقط اعتبر ان هو هنا يجي بعدها فعل ويجي قبلها اسم ايه؟ عاقل. هو يأتي بعدها فعل وقبلها اسم ايه؟ عاقل. هوم يأتي بعدها فاعل وقبلها اسم ايه؟ عاقل. which يأتي بعدها فعل او فاعل وقبلها اسم ايه؟ غير عاقل. تاني معلش، هو يأتي بعدها فعل وقبلها اسم عاقل. هوم يأتي بعدها فاعل وقبلها اسم عاقل. which يأتي بعدها فعل أو فاعل وقبلها اسم غير عاقل. فهاخد هنا هو لأن يجي بعدها فعل وقبلها اسم عاقل. Arabic is the نقط language in most Arab countries، nearly all people use it. Arabic is the dominant language، هي اللغة المسيطرة، اللغة الشائعة. is the dominant language. أخذ dominant هنا ليه؟ dominant adjective يعني صفة. عندي language ده الاسم يعني قبلها صفة، is a dominant language اللغة المسيطرة اللغة العامة، موش cultural language ولا bilingual language ولا related language. this is a girl with whom he fell in love in Madrid، هذه هي البنت اللي معها هو وقع في الحب في مدريد. هو إجا بعدها ايه؟ فاعل وقبلها اسم عاقل. يبقى انا عندي حاجتين، هوم ياتي بعدها فاعل وقبلها اسم عاقل، هو ياتي بعدها فعل وقبلها اسم عاقل. طب ويتش ياتي بعدها فعل او فاعل وقبلها اسم غير عاقل.
احفظ الحاجات دي هتحل بسرعة. وزهو طيب وين، وخلي بالك هو ما جيش قبلها حرف جر، لكن هوم يأتي قبلها حرف جر، هوز يأتي قبلها حرف جر، ويتش يأتي قبلها وبعدها حرف جر، وير وين ما يجيش قبلها حرف جر، ولكن إذا يجي حرف جر يبقى تستبدل بويتش. معايا؟ When my brother returned home، لما أبوي لما أخويا رجع البيت، all of us impressed in a lovely way، كل منا حضن الآخر في بطريقة إيه حلوة. Impressed يعني حضن الآخر. Damaged، neglected، destroyed، لا impressed. This is the town I spent my childhood. Where هذه هي المدينة حيث أمضيت طفولتي. Where ده مكان، خدنا إيه خدنا where، وما فيش حرف جر عشان أخذ which، لو في حرف جر هاخد which، لكن ما فيش حرف جر وبالتالي ده مكان أخذ إيه where. ما ينفعش هوم لأن هوم يجي قبلها اسم عاقل وبعدها فاعل، في فاعل صحيح بس اللي قبلها اسم عاقل. ما ينفعش هو. طيب his style of singing is rather unique، يعني اسلوب غناءه بتاعه is rather unique، يعني ايه اسلوب فريد من نوعه. The antonym of unique، antonym of unique يعني عكس unique is a common، unique يعني فريد، ما فيش الا هو، فريد من نوعه يعني ما فيش الا هو. is common يعني عام شائع، is common ده بعكس كلمة يونيك كومن. This is the town and the style of thinking is rather unique. The antonym of unique عكس كلمة يونيك is common. This is the town in Nogat I spent my childhood. شوف in which. عندي هنا كلمة town ما فيش حرف جر، ما اخدش which، اخد ايه where، لان دي مكان، طالما مكان وما فيش حرف جر اخد where. طب في مكان وفي حرف جر، ما اخدش وير، لا اخد ايه ويتش. يبقى في مكان، مكان وما فيش حرف جر اخد وير. طب في مكان وفي حرف جر اخد ايه ويتش. ليه؟ لان وير ما ينفعش يجي قبليها حرف جر، امال نعمل ايه؟ نحط ايه ويتش. طيب ذا نوغت اوف كالتشر ار فاريوس، وي شود تشوز وات سوتس اس، يجب ان نختار ما يناسبنا. The aspects of culture يعني مجالات اللي ثقافة متنوعة، لازم نختار اللي يناسبنا. مجالات suspects لا respects baskets لا هي aspects مجالات. Anything that anything everything ناخد that anything everything أخذ that anything that he says is bound to be rubbish، أي حاجة هو يقولها ما فيش غير إن هي ترتمي في الزبالة. Anything that anything everything أخذ that، في أي حاجة فيها any تأخذ that، أي حاجة فيها all تأخذ that، أي حاجة فيها any تأخذ that، أي حاجة فيها all that، لكن all of لا ما تأخذش حسب المعنى. طيب most يف معظم الشباب want permanent jobs، عاوزين وظائف دائمة، not temporary وليست مؤقتة. يبقى أنا عندي كلمة permanent عكسها إيه temporary، عكسها الانتونيم اوف بيرمننت، يعني هنا العكس كلمه بيرمننت هي كلمه تيمبوري، يعني ايه يعني مؤقت. اللي بعده did you get everything you wanted. everything مفروض that، لان قلت anything everything all anything everything all خلاص، دي كلمات بتاخد ايه that، بتاخد ايه that زي ما شرحنا قبل كده. طيب did you get anything who you wanted ما ينفعش، وهو لازم يجي بعديها verb فعل. whose لا whose يجي بعدها اسم وقبلها اسم. طيب whose ثاني يجي بعدها اسم، امال ليه ما ناخدش no word ولا كلمة، ما فيش اي كلمة في دول تنفع، لا ينفع whose ولا ينفع who. لين did you get anything that you want، anything تبغى تاخذ that، everything تاخذ that. both English and the French are so widely spoken in a lot of parts around the world،
كل من اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية are widely spoken, يعني ينطق بها على نطاق واسع, in a lot of parts around the world, حول الايه, في مجالات عدة حول الايه العالم. are so dominant, يعني مسيطرين, in a lot of parts around the world, ماشي. widely spoken, are so dominant, are widely spoken, widely spoken أفضل, و dominant برضو كويس. كده بقى احنا خلصنا, شكرا, السلام عليكم. كده يونت 12 على طول.